مساء الخير على كل هو وكل هن بيتفرجوا علينا دلوقتي. يوم جديد من ايام هو وهن. النهارده عندنا حلقه كلها رغي وكلها فضفضه، لكن خلوني في البدايه اسلم على مرموره. ازيك يا مرموره؟ ازيك يا نرمين؟ اخبارك ايه؟ انا ونرمين النهارده لوحدنا طبعا. أيوة. في البدايه بسلم على كل الناس اللي بتشوفنا النهارده. النهارده يوم جديد وحلقه مميزه جدا، لان النهارده الحقيقه هنتكلم عن موضوعات كتيره. لما الست تحب بقى تفضفض، بتفضفض مع مين؟ الموضوع ده طبعا مفيد جدا وصحي جدا لكل الستات والبنات اللي بيشوفونا النهارده. الدراسات الحقيقه اثبتت ان الفضفضه ليها فوائد كتير جدا، زي بقى ايه؟ تخفيف الضغوط اللي ممكن بنمر بيها في حياتنا، تقليل الشعور بالكبت والتوتر اللي دايما ما بنبقاش عارفين ناخد قرار في اي حاجه تبقى في حياتنا. اي نعم مش كفايه، العلاج لازم يكون طبعا موجود، او لازم حتى لو احنا عايزين نروح لاي استشاري نشوف احنا عندنا ايه، محتاجين ايه. بس الفضفضه علاج تكميلي وبيكون ليه فوائد كتير جدا، يعني بيخلي الواحد كده يخفف من الالام اللي موجوده عليه والمعاناه طبعا اللي بنعيشها، والوقايه من الوقوع في اي مشاكل نفسيه او اي طبعا علاقات ممكن تاذينا. بلاش نرمين في الموضوع ده، بلاش فضفض. لان رمين بلاش انا يا جماعه انا بفضفض. يعني انا لو حد تقريبا قابلني في الشارع وانا مثلا متضايقه شويه من حاجه، ازيك عامله ايه، هقول له تعالى اسكت بقى حصل لي كذا وكذا وكذا. انا مشكلتي ان انا بحب افضفض. انا وما بقول لك يعني مش بقطعك والله، انا فعلا عايزه اقول لكم كده، هي نرمين مش بتبالغ ولا ده كلام برامج. يعني انا بقول لكم اهو، انا مروه انا ما بفضفضش الا ممكن بعد بمعرفه الشخص او الشخصيه اللي بشوفها بعد سنه او اتنين او ثلاثه. نرمين ثالث مقابله تلاقي حياتها كلها معروف مقابله ثاني مقابله. وحياه ربنا انا ممكن من اول مقابله، انا على فكره فاكرين انا بافور او لا لا لا، انت فعلا انا بجد انا من اول مقابله وما بتتعلمش خلاص ارتحت لحد معين، احساسي ان انا خلاص يعني ان انا لا البني ادم ده او البني ادمه دي كويسه. تلاقوني بقى جبت تاريخ العيله كلها ان انا اقعد ارغي وفضفض. بس عايزه اقول لكم حاجه، ده غلط جدا. ودي والله فعلا مثال هي موجوده قدامنا. لان فعلا بعد ما بتفضفض وبعد ما بتقول اسرار كتير وفي حاجات فعلا لازم يبقى عندكم حته او فكره او ثقافه اقول ايه وما اقولش ايه، يبقى في خصوصيه. يبقى في خصوصيه يعني. مش كل حاجه نقولها. لا خليني اقول ان بجد خلي يبقى في خصوصيه، خلي حاجه ليكي. يعني انا يعني انا يعني انا ده دايما اعترف فيه ان انا عندي عيبين، انا عصبيه جدا 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 وان انا فضفاضه جدا جدا جدا. يعني انا حتى والاثنين مع بعض ايه، الاثنين مع بعض يا جماعه دونت ميكس خالص بجد. يعني انا حتى دلوقتي اما بقعد انصح ابني او اقعد اتكلم مع ابني اقول له ما تتكلمش مع حاجه اللي جوانا، يعني ما تخليش حد بره يعرف حاجه. ليه؟ لانه للاسف ان احنا بقينا دلوقتي في زمن ان الناس بتمسك زيل على بعض طبعاً، والناس بتقعد تعاير بعض. كنا زمان بنقعد نفضفض ونتكلم مع اهالينا بقى، مامتك بقى، صحابنا، خالتي، بنت خالتي، الناس المقربين لينا. دلوقتي احنا للاسف في زمن السوشيال ميديا والفضفضه بقت بقى على الملأ، الجروبس بتاعت البنات والسيدات يقعدوا يتكلموا ويقعدوا يرغوا، وللاسف بتعمل مشاكل كتيره جدا. فبجد نصيحتي ان بلاش فضفضوا، بس فضفضوا مع حد واحد بس. ونصيحه هقولها لكم اخيره، انا من كام يوم كان عندي مشكله ما، فبتكلم مع حد من اصدقائي يعني، فقالوا لي بصي ما تقعديش تتكلمي في المشكله كتير لان هتقعدي تفتكري المشكله، اتكلمي مره مع حد، طلعي كل اللي جواكي، ما تتكلميش تاني لان هتقعدي تفتكري في المشكله فهتقعدي تتضايقي وتتغاظي. فنصيحتي دي فكره حلوه جدا. فنصيحتي بلاش ان احنا نقعد نفضفض.